السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس بي اتش بي فروم سكراتش. بداية كده ندخل على الاكزام، بنستارت الاباتشي، نستارت الماي سيكوال، ونفتح الزند ستوديو بتاعتنا على صفحة البيزكس بي اتش بي. النهارده هنتكلم عن نوع جديد من انواع الاوبريتورز اسمه اساينمنت اوبريتور. اساينمنت اوبريتورز، طيب ايه الاوبريتور الموجود على طول كده، او ايه معنى الاساينمنت اوبريتور؟ بتاساين اداتا فاليو، بتاساين اداتا فاليو تو ايه؟ تو ا فاريبل، يعني بتضيف او بتعمل اساين لداتا للفاريبل بتاعك. زي مثلا على سبيل المثال، اما كنا بنستخدم الاوبريتور اللي اسمه ايكوال، اما كنا بنستخدم الاوبريتور اللي اسمه ايكوال، كنا بنقول بنساين ايه، بنساين مثلا ايه، بنساين القيمه اللي بعد الايكوال لايه، للمتغير اللي قبل الايكوال. زي مثلا ما كنا بنقول المتغير ايه بيساوي 5، ده معناه ان انا بساين القيمه، ده معناه ان انا بساين القيمه 5 للمتغير اللي اسمه ايه، للمتغير اللي اسمه ايه. جميل. عندنا بقى الاساينمنت اوبريتور زي ايه مثلا على سبيل المثال؟ زي الاساين العادي اللي هو علامه، زي الاساينمنت العادي، زي مثلا على سبيل المثال اسمه اديشن اساينمنت، ده هنعرفه يعني ايه مع بعض. اديشن اساينمنت، اساينمنت ده زي مثلا على سبيل المثال اللي ننزل هنا بس كده عشان نفصل ما بينهم. اديشن اساينمنت ده اسمه اساينمنت بس. هنا مثلا ده ايه، عندنا مثلا سبتراكشن اساينمنت، سبتراكشن اساينمنت. عندنا مثلا ايه، عندنا مثلا مالتيبليكشن اساينمنت، مالتيبليكشن اساينمنت، اساينمنت. عندنا ديفيجن، عندنا ديفيجن اساينمنت، ديفيجن assignment، عندنا division assignment. عندنا ايه تاني؟ عندنا concatenation assignment. لما باجي هنا اقول له dot equal ايه، concatenation assignment. جميل جدا جدا. تعال نفهم كل واحدة ون ايه، ونحاول ايه، ونحاول نطبق عليهم. مثلا على سبيل المثال اول حاجة عندنا اللي هي assignment، دي مفهوم. اما كنا بنقول المتغير ايه، سوري، اما كنا بنقول المتغير ايه بيساوي القيمة 5، بيساوي القيمة 4، دي معناها ايه؟ اللي انا بقصين القيمة 4 للمتغير اللي اسمه ايه؟ المتغير اللي اسمه ايه؟ جميل جدا. طب ايه دلوقتي معنى الاديشن ايه؟ الاديشن اساينمنت ديت. هنا مثلا على سبيل المثال عندي المتغير ايه؟ معروف فوق قيمته اللي هي 4، معروف فوق قيمته اللي هي 4. طيب انا عاوز اضيف على قيمة المتغير ده، قيمة المتغير ده مثلا ايه؟ القيمة 2. فكنت بقول ايه؟ بقول للمتغير ايه؟ بيساوي المتغير ايه؟ زائد 2. تمام. لو عملنا هنا ايكو هيدينا كام؟ لو عملنا ايكو للمتغير ايه هنشوف هيدينا كام. وروحنا للبراوزر بتاعنا وعملنا ريفرش، راح مديني القيمه 6. ليه؟ لان هنا المتغير فيه القيمه 4 وضفنا عليه ايه، وضفنا عليه القيمه 2، بقى 2 زائد 4 بيساوي 6. قال لك لا، في اوبريتور بتسهل عليك الموضوع ده اوتوماتيك. فمثلا على سبيل المثال لو جيت هنا قلت له بلس ايكوال، بلس ايكوال يعني اديشن اساينمنت اساين 2، معناه اللي انت عملت بالظبط كده، المتغير ايه بيساوي المتغير ايه زائد القيمه 2، زائد القيمه 2. لو هنا عملنا وتيجي نجرب كلامنا، ايكو مثلا ايكو المتغير ايه، اطبع لنا قيمه المتغير ايه، تعالوا نشوف. وعملنا هنا فريش برضو اداني ايه، نفس القصه القيمه 6، نفس القصه اللي هي في سبتراكشن. سبتراكشن لما بكون عاوز اطرح قيمه كنت بقول له ايه، بقول له هنا اطرح لي مثلا من المتغير ايه، المتغير ايه بيساوي المتغير ايه ناقص واحد مثلا، ناقص واحد. فلو كنت عملت هنا ايكو للمتغير ايه هنشوف هيعمل لي ايه، بس نمسح ده. ايكو للمتغير ايه هيعمل لي ايه؟ لو ضغطت اف 5 هيديني ايه؟ 3. ليه؟ لان المتغير ايه فيه القيمة 4 وراح منقص منها واحد. قال لك لا، في اوبريتور بيسهل عليك الموضوع ده، بيسهل عليك الموضوع ده. قال لك المتغير ايه السبتراكشن اساينمنت للقيمه 1، يعني اطرح لي من المتغير القيمه ايه، من القيمه 1. فهنا لو رحنا وعملنا ايه في 5 اداني برده ايه 3. جميل جدا. نفس القصه في المالتيبليكشن ونفس القصه في الديفيجن. اللي احنا عملناه هنا، اللي احنا عملناه هنا في المالتيبليكشن، مثلا لو قلت له اضرب لي المتغير بتاعك ده اللي بيساوي قيمه المتغير بتاعك ده مضروب في 2، فهنا معناه المفترض ايه ب 4 في 2 ب 8. فهنشوف هل هيدينا 8، نشوف اف 5 ادانا 8. طيب اقسم لي المتغير بتاعك ده مثلا على 2، المفترض 4 على 2 بيدينا ايه، بيدينا
بيدينا 2. طيب تخيلوا هنا عملنا ايه؟ عملنا كونكاتينيشن. ايه الكونكاتينيشن ده؟ تعال نشوف الاول النتيجه هتدينا ايه ونفهمها مع بعض. اداني ايه؟ 42. 42 دي معناها ايه بالظبط؟ دي معناها كانك بتقول له ضيف لي انت عندك المتغير ايه مثلا بيساوي القيمه 2. تمام، عندك المتغير ايه بيساوي القيمه 2، كانك بتقول له بالظبط لا ده انا مش عاوز انت ضيف لي بعد القيمه 2 ديت قيمه مثلا، يعني كانك بتقول له المتغير ايه دلوقتي اصبح مثلا بيساوي ال 24 مثلا، 24 ضفت عليه القيمه ايه؟ ضفت عليه القيمه 4. الكونكاتينيشن ديت اللي انت بيكون عندك مثلا قيمه للمتغير وليكن 2 بتضيف عليه مثلا قيمه في الخانه اللي بعديها وليكن متغير ايه زائد مثلا المتغير ايه دوت ايكوال ايه دوت ايكوال 3 مثلا، دي معناها اللي هو بيساوي 23. تعالوا نشوف دلوقتي اداني فعلا 23. الحته ديت الكونكاتينيشن دي عاده مش بتستخدم فين؟ في الاساينمنت، في الجزء الارثماتيك، في المتغيرات اللي من نوع اللي بتقدر تحسب تعمل عليها عمليات رياضيه، لا انت بتستخدمها مع السترنج اللي انت مثلا هنا عندك المتغير ايه مثلا ايه بيساوي احمد، ده هنشرحها قدام. تمام، متغير ايه بيساوي احمد، قلت له هنا المتغير ايه ضيف لي عليه القيمه ايه القيمه مثلا فتحي مثلا القيمه فتحي، فلو جيت هنا طبعت الايه كانك بالظبط بتقول له ايه بتقول له الاسم بقى ايه احمد فتحي على بعض، بان الايه دلوقتي بقى فيه القيمه احمد فتحي على بعض. طيب ولهنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.